شو بلاقي ما في حدا؟ نحن جايين بكير ولا هو متأخر؟ لا أنت صادق نحن جايين بكير. على بين ما نشرب قهوتنا بيكون وصل. ليوم يتأخر. لا يا بهجت. اوعى تغلط في غلطة مرة ثانية. نحن عنا بإصابتنا. بقصد بشلتنا المواعيد مقدسة أكثر من الأمريكان نفسهم. شو بتشرب أستاذ حسام؟ أستاذ حسام شو بتحب تشرب؟ قهوة سادة. اثنين سادة لو سمحت. على عيني. وليش ناديتني حسام؟ أخي مو ضروري الجرسون يعرف اسمك الحقيقي. نحن عنا بالعصابة قصدي بالشلة التمويه شغلة أساسية ومعلمنا الله يطول بعمره بيقتبس هالحركات من الأفلام الأمريكية والبوليسية اللي بيشوفها. يا أخي فعلا معلمنا زلمة عجيب وما بيضيع وقته بنوم ويا مين تراه قاعد عم يدرس ويطلع على آخر ما توصل إليه علم وفن النصب والاحتيال والسرقة سواء كان هذا الاطلاع بالأفلام ولا بالروايات. يعني باختصار معلمنا رجل كامل ومتنور. يا سيدي الله يعطيه العافية لأنه الواحد إذا ما تابع شغله الدنيا بتسبقه. لك حتى تعرف أنت مع مين عم تشتغل. إيه قسما بالله أمك رضياني عليك لأنك رح تشتغل مع عصابة مثل عصابتنا ومعلم مثل معلمنا. يعني فكرك أنت بتصح لمين ما كان هيك فرصة؟ العالم عم تبوس إيديه وش وقفة حتى ينتصبها للعصابة وهو ما عم يرضى. فعلا خزيت العين حوله بس بتعرف قلبي نازل من عملية اليوم. هلا هي بتسميها عملية انت الثاني؟ لكن شو بدي سميها؟ صوتي صوتك اجت. تفضل الشباب. يسلموا. اخي مثل ما قلت لك. سلام. سعاد حسني الله يرحمها. مثل ما عاد تشوف الشاشة العربية. اي ولد هي اخت القمر هي. شفتني شلون موهت الحديث لما قرب الكرسون؟ شفت. طبعا حبيبي هي الحركات بيموت عليها المعلم. ايه نحن عن شو كنا عم نحكي؟ عن العملية. ايه تذكرت. هي يا سيدي مو عملية. هي اسمها تحلاية، تنكيشة اسنان، تسلاية، طقطقة. وهالعمليات هي بنعملها حتى ما نضل بلا شغل، ونضل محافظين على لياقتنا ورشاقتنا وتشغيل مخنا، لبين ما تجينا العملية الكبيرة. صحيح ذكرتني، أنت شفت أفلام الفيديو اللي أعطيتك إياهم الأسبوع الماضي؟ ايه طبعاً شفتهم. اسمع مني وارجع شوفهم مرة ثانية وثالثة واستوعبهم منيح، لأنه في احتمال يمتحنك المعلم فيهم. لأنه هو بيحب اللي بيدرسه. طيب مثل إيش بدي يسألني يعني؟ أسئلي عن الفيلم. لأنه المعلم بيحب يركز كتير على الجانب الثقافي بين أفراد العصابة. بأدرس الأفلام منيح مشان ما تبهدلها. منيح اللي قلتلي، معناها رح أرجع أشوفهم مرة تانية. بس بتعرف حاسس إنه يعني وجودي بهالعملية مثل قلته حاسس حالي كومبارس. لا يا حسام لا تغلط. هو صعيد دورك بالخطة صغير كتير بس أساسي ومهم. والمعلم وقت اللي بيوزع الأدوار ما بيدور على الدور الكبير والدور الصغير، بيعطي كل واحد على قد امكانياته، واذا اثبت اليوم موجوديه اكيد بالخطه الجايه رح تاخذ دور اكبر من هيك بكثير. انا واثق. صباح الخير شباب. اهلا. اهلين استاذ نوري. اهلين. لسه كل يوم بطلع لي باسم شكل اهلكنا بقى. لك ضرورات المصلحه يا حبيبي. وشو سميت ولد عيلتين اليوم؟ حسام. حسام يلا يلا قوموا يا شباب دوبنا يلا. علي